نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم العالمي الأول للبحث العلمي بقاعة مؤتمرات مجمع الإسماعيلية الطبية. أوضحت الهيئة أن الندوات العلمية شملت مناقشة تطوير الرعاية الصحية عن طريق الاستفادة من البحث العلمي، لافتة إلى أن البحث العلمي في مجال الطب يعتبر أحد الأسس الرئيسية لتطوير الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمرضى. أضافت الهيئة أنها تهتم بتوفير الدعم، حيث التقى أو الدعم التقني للباحثين لإجراء الأبحاث الطبية لتحقيق أهداف البحث العلمي في مجال الطب. الحقيقه الاطباء بتعرض الحالات الاكثر صعوبه واللي واجهتها، ايه المشاكل اللي حصلت فيها، موجود معاها يكون الاستشاريين والاساتذه والخبراء في هذه التخصصات. الحقيقه يعني الفكره بتاعت هذا اليوم قائمه على ان ازاي نتلافى المشاكل الطبيه التي تحدث، وما هي يعني افضل السبل العلميه القائمه على البراهين والقائمه على الخلفيات العلميه القويه. احنا النهارده بنتكلم ان العلم هو اساس تقدم الصحه واساس تقدم كل من هو مهتم بصحه المنتفع في محافظه الاسماعيليه تحت مظله المنظومه. النهارده احنا بنناقش مع قامات كبيره جدا من العلماء اللي موجودين في التخصصات المختلفه، بيتم مناقشه الحالات بمختلف انواعها ومختلف تخصصاتها ودرجه صعوبتها، لنقف سويا على الاستغلال الامثل للموارد، ونقف سويا على يعني ايه هي الطرق المثلى لعلاج المنتفع في منظومه التامين الصحي الشامل.